UK plans to send anti-aircraft weapons to Ukraine. تخطط بريطانيا لتزويد وزير الدفاع بأسلحة مضادة للطائرات من طراز ستار ستريك وشحنة صغيرة من صواريخ جافلين المضادة للدبابات لأوكرانيا. President Putin's arrogant assumption that he would be welcomed as a liberator has deservedly crumbled as fast as his troops. مع الاستمرار في الإمداد بالأسلحة وقد قدمت بالفعل أوكرانيا 3604 على أنظمة الصواريخ المحمولة ما يقرب من ضعف رقم 2000 الذي تم الكشف عنه مسبقاً. أوكرانيا تلقت بالفعل 902 صواريخ في إشارة إلى ستينجرز التي قدمتها دول الناتو الأخرى مثل ما كانت تسعى بشدة للحصول على المزيد من الأسلحة بينما حاولت القوات الروسية تطويقها. ردا على أسئلة من MPS حول المدة التي سيقول فيها قرار الإمداد إننا سنفعل ذلك من حيث المبدأ، فإن الجنود الأوكرانيين المعترف بهم بحاجة إلى التدريب على كيفية استخدام الصواريخ، كيف نقوم بالتدريب أمر حساس. خط النجوم هو ما يعادل الجيش البريطاني للولايات المتحدة المعروفة. صنعت صواريخ ستينجر أرض جو التي تم توفيرها لأوكرانيا من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا، على عكس ستينجرز التي تعتمد على الأشعة تحت الحمراء ومصممة لتكون أكثر صعوبة بالنسبة لجاك. جون هيلي دعا وزير دفاع لجون هيلي العمل إلى اتخاذ قرار الإمداد في أسرع وقت ممكن من خلال نداء شبه متطابق يتبع من شركة ماكدونالدز. أخبره ولاسو أن العدد التقديري للمدنيين الأوكرانيين الذين قتلوا أو جرحوا يبلغ الآن أكثر من 1000، ومن المتوقع أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير من البريطانيين الذين سترتفع أوكرانيا إلى 220 مليون رطل، منها 120 مليون رطل ستكون مساعدات إنسانية. Sadly, but nevertheless, the consequence dead Russian soldiers coming back. إذا كنت ستدعم القطب في إمداد أوكرانيا بطائراتها المقاتلة رقم 28 من طراز 28 مع عضو مجلس النواب المحافظ جون بارون، ما إذا كان مثل هذا الاتفاق لن يمثل تصعيدا خطيرا للتدخل الغربي ضد روسيا؟ فإن الحرب الأوسع لن تخدم مصالح أي شعب. حكومة تشعر أن التهديد الأمني شديدا للغاية لدرجة أنه يتطلب من الغرب القيام بذلك، ثم سأفهم قراره تماما وأقف إلى جانبهم. لا نعتقد أن هذا الاقتراح قابل للتحقيق. لا نريد إرسال الطائرات مباشرة خوفا من استفزاز الكرملين.
النقاشات حول إمدادات محتملة على الطائرات المقاتلة تواصل رد الولايات المتحدة في وقت سابق على ماكدونالدز لم يكن مشاركا بشكل مباشر. Второй наблюдай! Где он? Нормально, нормально. Атака... Уходит. Налево уходи, уходи. Он видит, да, все нормально. Так, иди сюда, что я вижу. Заходи! Левая плечка, правый человек, стреляй! Конечно, ребята, да! Ну не сидите, что рот посидят, туда в круг проходите. И на взлетку обороны, и в пил. Он меня слышит по уху? Мангус, я думаю, да, принял. Держите полосы, я тебя выпущу. Да.
Вот он за. Пацаны, да. Пошли все. А? Второй этаж проверили. Да. Шесть по сотне первый, 6.32. Атака спереди, Стингер. Гражданский. Машины, скажи, чтобы машины не трогали, людей гражданских не трогали. Да.